ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تجتاح كاليفورنيا إلى 33 قتيل، فيما يثير اشتداد الرياح قلق رجال الإطفاء. استخدمت فرق الإغاثة الكلاب المدربة لتحديد أماكن ضحايا أسوأ كارثة حريق في تاريخ الولايات الأمريكية. بدوري قال كين بيملوت مسؤول دائرة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن أكثر من 9000 من رجال الإطفاء كانوا يكافحون لإخماد 17 حريقا كبير، معظمها شمالي كاليفورنيا.